في ظل تفاقم أزمة النزوح نتيجة الحرب الإسرائيلية في لبنان، قدم المحامي نعوم فرح مشروع قانون يهدف لضمان عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم بعد انتهاء الحرب. القانون المقترح يطلب بمنع بيع العقارات من وإلى النازحين في القرى والبلدات المتضررة من الحرب أو القرى والمناطق التي لجأ إليها النازحون لمدة 5 سنوات، وذلك للمحافظة على التوزيع الديموغرافي بين المناطق اللبنانية ومنع حدوث أي احتكاكات بين النازحين والمضيفين وفق ما جاء في المقترح. معنا من بيروت المحامي نعوم فرح. مساء الخير أستاذ فرح. مساء الخير. البعض مثل ما شاف أنه هذا القرار هو لحماية النازح وحماية المستضيف للنازح، البعض الآخر أصحاب يعني النوايا السيئة اعتبروا أنه هذا القرار هو مشروع فتنة، كي لأنه ممكن البعض اعتبر أنه تكون العودة صعبة بالوقت الحاضر إلى القرى المدمرة في الجنوب، حتى ما يستملك هؤلاء في المناطق اللي قاعدين فيها أنه رحتوا على هذا المشروع كي تمنعوا استملاكاتهم في تلك المناطق. حقيقة لشو تقدمت بهذا المشروع؟ يعني تقدمت بهذا المشروع لسببين. طوني الأول تأمين عودة النازحين، هذا هو الهدف الأساسي. اليوم نعرف أنه إعادة الأعمار بالجنوب بدأت تستغرق وقت كتير لأنه الدمار كبير، البنية التحتية ما بقى موجودة، البيوت تهدمت، المرافق العامة، المرافق العامة من بلديات ومستوصفات إلى آخره كمان جزء كبير منها اختفى. نحن أمام مليون وشوي نازح تركوا وهاجروا قراهم، هالمليون شو منعمل فيهم؟ إذا بدنا إياهم يرجعوا بدك بضرورة ويعني جدا مهمة هي تأمين العودة. تأمين العودة يمر قبل كل شيء بعدم السماح لهم يتملكوا كان بلبنان وغير لبنان، خصوصا بلبنان، بيوت يضلوا فيها، لأنه هالشخص يلي وهالعائلة يلي يعني إمكانياتها المادية منا كتير كبيرة، باللحظة رح تشتري فيها بيت بمنطقة غير منطقة اللجوء والاستضافة، ما بقى عندهم الإمكانيات ليرجعوا يرمموا بيتهم، مش يرمموا، إعادة البناء، ويرجعوا يركزوا حالهم بقريتهم أو بلدتهم الأساسية. الهدف الثاني، ونحن بنعرف الحساسية بلبنان، بلبنان بلد متعدد المذاهب، وهالتعدد هو يعني ميزان كتير دقيق، إذا صار في بمناطق عديدة تغيير ديموغرافي بالمعنى المذهبي الطائفي، هون ممكن تخلق إشكاليات ويصير في فتنة. هالمشروع القانون يهدف لمنع الفتنة، يهدف إلى تأمين عودة النازحين إلى قراهم وإلى منازلهم، لأنه إذا ما عملنا هيك بنكون عم ننفذ يلي المبتغى الإسرائيلي يلي بده يهجر السكان من مناطق كثيرة من الجنوب وتصبح أرض ما فيها حدا. يعني يلي عم بيفكروا هيك هولي بدون ما ينتبهوا عم يشتغلوا للهدف الإسرائيلي اللي هو تفريغ الجنوب من أهلي. طيب يعني هلأ الهدف إنه نحافظ على عودة أهل الجنوب، ولا الهدف إنه ما نخلي هذه البيئة بالذات تسكن وتستوطن المناطق اللي هي قعدت فيها بالوقت الحاضر؟ يعني هذا السؤال اللي يعني سؤال خبيث، إذا بدك سؤال خبيث تم رميه إنه تحت غطاء إنه بدنا النازحين يرجعوا لقراهم، بس هي الحقيقة إنه ما بدنا إياهم نضلوا قاعدين بيناتنا ويشتروا بيناتنا ويستملكوا بيناتنا، ونعمل تغيير ديموغرافي كما حصل بمناطق الضاحية وبمناطق أخرى أيام الحرب. السؤال اللي يطرح توني هو ليش هيك مشاريع ما انطرحت
قبل 27 23، لأنه ما كان في سبب لإلها. اليوم هالحدث المأساوي هالنكبة الكبيرة بتفرض اتخاذ تدابير جذرية للحفاظ على هوية لبنان. هوية لبنان هي الحفاظ على التعددية المذهبية الطائفية. هوية لبنان هي أنه يكونوا كل المواطنين ما يتهجروا من قراهم بلدتهم. ما في أبدا يعني خبس وراها. الهدف هو عودة النازحين إلى قراهم. لن أمن العودة هي لازم. أنا بدي أعتذر منك على ضيق الوقت أستاذ فرح. أنا بدي أعتذر منك على ضيق الوقت بس لأنه عندنا نشرة أخبار. شكرا لك على هذا التوضيح وعلى هذه المداخلة. كنت معنا الأستاذ نعوم فرح من بيروت. شكرا لك.